برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر يقام حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة في مملكة البحرين 2016-2025 وذلك صباح يوم غد الأربعاء بمركز عيسى الثقافي. وصرح رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة بأن الخطة الوطنية للصحة تمثل نقلة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في المملكة عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، حيث وجه مجلس الوزراء الموقر إلى العمل بشكل فعال لضمان استدامة الخدمات الصحية وأن تكون منظومتها متكاملة ذات جودة عالية ومتاحة أمام كل مواطن بكل مرونة وسهولة وسرعة. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة. أستاذ إبراهيم، يعني تشهد مملكة البحرين يوم غد حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة، يعني لو تطلعنا على أهم ملامح هذه الخطة وأهم الأهداف المرجوة منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية أود أن أقدم شكري لتلفزيون البحرين على الاستضافة وتسليط الضوء بصراحة على هذا الموضوع الهام الذي يمس المواطن المقيم. نعم. طبعا باختصار ترتكز الخطة الوطنية للصحة على 7 محاور أساسية، أنت ذكرت بعضهم الله يخليك في المقدمة، بس يمكن اليوم الوقت ما يسعنا أن نذكرهم كلهم. نعم. ولكن من أهم هذه المهام هو يعني خلق نظام صحي يتسم الكفاءة والاستدامة ويعطي الحرية للمريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية واعتماد إن شاء الله منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية وهي من الأساسيات المطلوبة وضمان استمراريتها. نعم. وضبط أوجه الإنفاق إن شاء الله في المستقبل على الخدمات الصحية وطرق تمويلها إن شاء الله راح يتغير في المدى القريب. ومن المهام طبعا أن يكون من المهام أو من أهم المهام راح يكون طبعا هو استقطاب الكوادر الطبية الوطنية الموحدة، وهذه المحاور من خطة تشكل خارطة الطريق للقطاع الصحي للعوام القادمة، وإن شاء الله غدا برعاية من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه يقوم بتدشينها بعد أن أقرها مجلس الوزراء الموقر. نعم. نعم سيد إبراهيم، يعني من ضمن أهم أهداف هذه الخطة ما يتعلق ببرنامج الضمان الصحي، يعني ما هي آخر مستجدات هذا المشروع؟ هو بصراحة شرح الموضوع يطول، لأن أحب أوضح بأن برنامج الضمان الصحي الغرض منه هو رفع الجودة والسلامة الصحية والخيار والشفافية والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية. بالنسبة للمواطن أحب أن أشدد، لأن في لقط صار في الشارع، أن مقترح المشروع المرفوع من قبل الحكومة الموقرة للجهات التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى أنه سيضمن إن شاء الله للبحريني تحسين الخدمات الصحية بشكل خاص، وأن البحريني لن يدفع. نعم. وركز على الكلمة أنه لن يدفع للحصول على الرزمة الصحية الأساسية أو الرزمة الصحية للمواطنين. نعم. وهذه الرزمة تكون بإذن الله شاملة لجميع الخدمات المقدمة حاليا من قبل الحكومة مع إضافة بعض الخدمات الصحية المستجدة، وذلك بسبب مستجدات في تقديم الخدمات الصحية في الأونة الأخيرة. نعم. ومثل ما قلت أن في لقط صاير في الشارع أن البحرين اللي صحيح يدفع حق الرزمة الصحية المواطن، وهذه شيء غير صحيح. نعم. الأستاذ إبراهيم علي النواخذة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، شكرا جزيلا لك.